السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيده تنتظر الذريه، كل سيده تاخر الحلم ديالها وبغات انها تحمل في اقرب فرصه ممكنه. عليك بهاد الصوره هذه من القران الكريم، قراتها هاد الاخت هذه 7 مرات وقضيت الحاجه ديالها في الانجاب وكانت كتقراها بنيه الحمل. اكيد ان فيديو مهم يستحق المشاهده، وما كرهتوش يوصل لجميع الأخوات باللايكات ديالكم، مزيد من اللايكات باش تعم الفائدة إن شاء الله وتوصل هاد القناة هذه بالذات لجميع الأخوات، لعل هاد الوصفات هذه أو هاد النصائح يكونوا سبب في حمل العديد من السيدات. بطبيعة الحال أن كل سيدة تأخرت في الحمل إلا وكتكون تشوقة، كيكون عندها واحد القلق، واحد التوتر، واحد الحزن، وبغات يعني تكون تهي أم وعلاش لا يتحقق الحلم ديالها. يعني بزاف ديال الأخوات جربوا عدة وصفات، جربوا عدة أدوية، فشلوا، ما بقاوش بغاو يكملوا في هذا المشوار. ومن هذا الفيديو كنبغي نقول لك ديما خليك متشبتة بالحلم ديالك، ديما جربي، راه كل يوم وكل شهر كتكون فيه وصفة جديدة باش هكا الهرمونات ديالك يستجبوا لديك الوصفة ويكون هناك حمل. ضروري ديري بالاسباب، ما تبقايش يعني كتنتظري. اكيد ان الانتظار راه ضروري منه الا كان هناك تاخر، والصبر كذلك ضروري لكل اخت فيكم، لان الصبر الا ما كانش فما كاين حتى شي حاجه. كاين بزاف ديال الاخوات يعني راه ما كيكون عندهم حتى شي مشكل ومع ذلك كيتاخر الانجاب ديالهم نتيجه التفكير الزائد، نتيجه القلق والتوتر، ونتيجه الهرمونات، الاكل، يعني بزاف ديال العوامل، خصوصا يعني في الوقت الحاضر ولا هاد التاخر ديال الانجاب واحد المساله كثيره بزاف منتشره، نتيجه ان يعني الاكل ديالنا ما بقاش طبيعي 100%، نتيجه عده عوامل، الهواء يعني ولا ملوث، بزاف ديال الامور كتلعب هذا الدور هذا وكتلعب بشكل سلبي في مساله تاخر الانجاب. بطبيعة الحال جيتكم بهذا الفيديو باش ديما نعطيكم من كل حاجة شوية، يعني ضروري أنك تلتجئي حتى لله، راه أهم حاجة، وأهم حاجة أنك تمشي لطريق الله وتتبعي يعني الطريق ديالو، وأكيد أنك تمشي يعني تصدقي بنية الحمل، خصوصا أننا يعني في هذا الشهر المبارك أكيد يعني كثري من الطاعات، من العبادة، وكذلك من قراءة القرآن، لأنها شفاء من كل ده. أكيد أن كلام الله هو واحد الكلام اللي كيبعث على الطمأنينة وعلى الهدوء، وأكيد أن البال ديالك غادي يرتاح، خصوصا إلا عرفتي أن هاد التأخير هذا راه ربي هو اللي مكتبه لك. يعني خاصك ديما تمشي من الجانب المشرق في الأمور، ديما قولي بأن الله إلا أخر لك الإنجاب راه فيه الخير، وأكيد أن كل تأخير وفيه الخير وفيه واحد يعني الحاجة اللي ربي هو اللي عارفها وانتي ما تقديش تعرفي. يعني اكيد ان الشوق ديالك واللهفه ديالك باش تكوني ام كيخليك يعني توقفي في بزاف ديال الامور وتكتئبي وتفقدي الامل وتقولي علاش انا بالذات عندي هاد التاخر، ولكن راه هاد الامور هذه ما خصهاش تبقى، خاصك تريحي البال ديالك. بزاف د الاخوات كيتسائلوا على عنوان الفيديو، شنو دارت هاد الاخت هذه؟ بلا شك انها راه بالاضافه الى هاد القراءه ديال هاد الصوره هذه دارت بالاسباب، توكلت على الله وزادت عززات الوصفه بقراءه القران. بلا شك انه ملي كيوقع واحد التاخر في الحمل الشيطان كيبدا يوسوس لعقل السيده، يعني كيبدا يعطيها افكار سوداويه اللي ما كتخليش البال ديالها يبقى مرتاح. سوره البقره من الصور الرائعه جدا اللي كتطرد الشياطين من البيوت ديال الناس. حاولوا انكم تلقوها في المنزل ديالكم يوميا، فهي طارده للشياطين اللي كتخلي العقل ديالك مشوش واللي كتخليك ديما تفكري في الأمور وفي الأفكار السلبية. أكيد أن سورة البقرة من سور الطوال في القرآن الكريم، وأكيد أن لها الفضل الكبير في الرقية الشرعية. بزاف ديال الناس يعني كيستخدموها في الرقية الشرعية لطرد جميع الأشياء الشيطانية، منها السحر، العين التابعة، سحر الأرحام، جميع هذه الأفعال هذه اللي كتقدر أنها تأخر لك الإنجاب. حاولي أنك يعني تلتجئي ديما لطريق الله والقرآن الكريم، وبلا شك أن هذه الرقية هذه
بصورة البقرة فغتكون رائعة جدا لجميع النساء اللي عندهم واحد الشك في أن ممكن يكون عندهم السحر. بلا شك يعني أن بزاف الأخوات تأخر الإنجاب ديالهم بدون سبب، ما عندهمش مشكل طبي، تهما يعالجوا رأسهم بالقرآن الكريم. وحاولي أنك يعني تقرأي هذه الصورة هذه بمعدل 7 مرات طيلة 7 أيام، يعني مرة واحدة في اليوم كافية إن شاء الله باش أنك تحصل على الشفاء، وكذلك باش تقرب لله، وباش تقرأي هذه الصورة بنية الحمل. وبزاف ديال الأخوات راه كيقدوا يقراو حتى يوميا، يعني مرة واحدة في اليوم طيلة الشهر، فكتكون إن شاء الله علاج ممتاز لجميع الأمراض الروحانية اللي ممكن أنك تعرضي لها واللي تؤدي لتأخر الإنجاب. هاد السيدة هذه توكلت على الله، دارت النية ديالها، وأكيد أن الله ما كيخيب حتى شي واحد استشره، وأكيد أن الله ما كيخيبش العبد ديالو في الأمور اللي كيطلبها منه. يعني بزاف الأخوات بغاو يطلبوا الله، وفي هذا الشهر المبارك حاولي أنك تكثري من قراءة القرآن. إلى درتي جميع الطرق بدون أي جدوى، حاولي أنك تلتجئ إلى الله، وهذه هي الطريقة الأسهل باش تحصلي على الحاجة ديالك وباش تحققي حلم الأمومة. وبلا شك ما تنسونيش من الدعوات ديالكم، ديما كندعي معكم، وإن شاء الله ربي يحقق حلم الأمومة لجميع الأخوات في هذا الشهر هذا الفضيل إن شاء الله، وتكونوا كاملين حوامل. ديما ديري بالأسباب كيف ما قلت لك، حاولي أنك تعالجي المشكل اللي عندك. إذا كان عندك شي مشكل في تأخر الحمل ضروري غيكون هناك سبب، إلا ما كانش السبب كيكون مجهول، فكتكون يعني هاد الأمور هادي بيد الله، يعني أكيد وربي هو اللي عارف علاش تأخر الإنجاب ديالك. وألف مبروك مرة أخرى لهاد الأخت هذه اللي كان الحمل ديالها متأخر سنوات، بفضل الله وبفضل هاد الصورة هذه ربي استجاب لها الأمنية ديالها، والحمد لله. يعني هي اليوم حامل في شهرين، يا ربي تثبت الحمل ديالها، وأكيد أن حياتها تغيرت 180 درجة من يوم أنها التجأت لله وقرأت ودومت على صورة البقرة بنية الحمل. جميع الصور يعني من القرآن الكريم فيها الشفاء إن شاء الله. حاولوا أنكم تركزوا لي على هذه الصورة، ولكن قرأوا جميع الآيات، يعني تهي فيها شفاء، وأكيد أن كلام الله كله فيه واحد طمأنينة وواحد الهدوء، وكيبعت على الراحة النفسية، ويكفي أنك ترتاحي نفسيا باش يحصل الحمل بسرعة. بزاف ديال السيدات ملي نساو الفكرة ديال الإنجاب أكيد أنها ما غاديش تنسى لهم، ولكن كيحاولوا أنهم يشغلوا الوقت ديالهم بأشياء أخرى. يعني الحياة ديالنا راه ماشي كتوقف فقط على الدرية، ضروري تعيشي الحياة ديالك بالسعادة ديالها، بالحلو ديالها والمر ديالها، ضروري تشوفي الجانب المشرق باش تكوني في واحد الراحة نفسية، وباش تكوني في صحة جيدة. خلي الأمور تمشي تلقائية، أنت ما خسرت شي حاجة، يعني راه الرزق ديالك غادي يوصلك في الوقت المناسب. راه ما يمكنش أنت يعني تبداي تعصبي راسك وتبداي تقاتلي مع راسك لواحد الشيء اللي ما فيهش الخير، لواحد الشيء اللي ممكن يكون فيه شر لك. يعني راه الله هو اللي كيعرف الحاجة اللي فيها الخير لنا وكيعطيها لنا، واكيد ربي يعني كيرأف بالعباد ديالو وما غاديش يبغي له الشر. واكيد ان مساله الانجاب غادي تجي في واحد الوقت المناسب باذن الله تعالى، وان شاء الله تفرح كل اخت فيكم بكل امنيه بغاتها في الحياه ديالها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون يعني طمأنت العديد من الاخوات اللي كيقولوا بان الحلم ديالهم مستحيل، واكيد ان بزاف الاخوات ما كان عندهم حتى شي مشكل، فقط الاراده ديال الله مازال ما حانتش، وعاد ربي اعطاهم الذريه. يعني ماشي تاخري واحد السنه سنتين ثلاث سنوات حتى 10 سنوات وتقولي راه مستحيل يكون حمل، هاد الامور هذه كتبقى في يد الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنسونيش من واحد اللايك لهذا الفيديو، شكرا لكم على الدعم ديالكم للقناه والتتبع ديالكم لجميع الفيديوهات، شكرا لكم على التعاليق الطيبه. الا بغيتيو تتواصلوا معايا في الانستغرام نخليه لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق باش تكونوا كثار ان شاء الله وتنضموا للصفحه ديالي. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، الى اللقاء.